معكم بتغريداتنا في العلا، وهذه المرة من حساب IBK، وطبعا اللي قال فيها على أرض الحضارات وبجانب جبال العلا الشامخة. قدمت الفنانة السعودية سوسن البهيتي بصوتها الساحر النشيد الوطني السعودي على طريقة فن الأوبرا. فخورين بموهبة ابنة الوطن سوسن، وبإذن الله نرى المزيد من الفنانين والفنانات في هذا المجال، وأكيد سوسن واحدة من الأصوات الرائعة اللي نفخر بها دائما وأبدا، ونكون سعداء إذا أطلت على المسرح لتقديم الفن الأوبرالي المميز. الله الله عليك يا سوسن، أداء أكثر من رائع، يخلي الواحد يشعر بقشعرير الصراحة. يعني تحية مرة أخرى لك يا سوسن، واستمري أنت دائما مثال مشرف للمملكة وللفنون في هذا الوطن الغالي. نروح مع بعض لتغريد.